عزيزي المواطن، انزل وادلي بصوتك دفاعاً عن الوطن ودفاعاً عن الموقف الوطني الذي تواجهه مصر الآن والتحدي الذي يستهدفها من خلال الحرب التي تجري على حدودنا. موقفنا جميعاً هو الذي سيؤكد هذا الموقف الشجاع الذي تمثله مصر. بدعوا كل الناس إنها تنزل وتشارك في الانتخابات وتسمعنا صوتها، وبالذات الشباب اللي لسه تابعين السن القانوني، ودي هتكون أول مرة ليهم إن هم يشاركوا في انتخابات. صوتك أمانة وصوتك واجب وصوتك حق لك، حق كفله لك الدستور، واجب عليك أن تساهم وتشارك في اختيار مستقبل مصر. لازم نصنع المستقبل بأيدينا، لابد انك تعبر عن وجهة نظر، تختار ما تريد ان تختاره، ولكن ذهابك الى صندوق الاقتراع ومشاركتك الايجابيه في الانتخابات هذا واجب وطني وقومي عليك. توجه في اي وقت يناسبك خلال الثلاث ايام للمشاركه بكل حريه وبدون اي تاثير، ان احنا نشترك جميعا في جعل مصر افضل واحلى ومستقبل افضل لينا وللاجيال القادمه بعدينا باذن الله. مارس حقك الدستوري وانزل شارك، انزل شارك واختار بكل حرية الانتخابات الرئاسية. أنا بدعو الشعب المصري عن بكرة أبيه إنه ينزل للمشاركة وليختار من يشاء من المرشحين الأربعة وفق رؤيته العامة، وفق توجهاته السياسية، وفق انحيازاته الاجتماعية، بعد ما يكون درس خبرات وتاريخ ورؤى وأهداف وبرامج المرشحين الأربعة. إن شاء الله هننزل كلنا، وأنا متأكد إن كل مصري عارف إن صوته واجب وصوته أيضا أمانة، ومصر لما بتنادي ولادها، ولادها بيلبوا النداء. هننزل ونشارك ونختار، نختار رئيس بلدنا ونختار مستقبل أولادنا، وأهم حاجة المشاركة، وإن شاء الله كل الخير لبلادنا، كل الخير لمصر.